وبعد الساعي الهاتس تفضل ورحب بالنيابة والوكالة تراحي بالمطر لاشن وقبل ميت مرحب على راسي بشالة. أبو قيس الأسد شرفت فيصل ونور منزله مجلس وصالة وأبو عبده معير حب وسهل كبير القوم قاموس السلالة. الجواب من الشاعر أبو عمرو فيصل الأحوص على كلمات الشاعر أبو قيس عبد الرزاق الوحيش. سمى وبسمل بذكر الله في لفظ الجلالة أبد ما خاب من سبح وهلل وصلى على النبي ختم الرسالة. وبعد السعي الهاجس تفضل ورحب بالنيابة والوكالة. وبعد الساعي الهاجس تفضل ورحب بالنيابة والوكالة. فراحي بالمطر لا شن واقبل مية مرحب على راسي وشالة. أبو قيس الأسد شرفت فيصل ونور منزله مجلس وصالة. وأبو عبد معي رحب وسهل كبير القوم قاموس السلالة. وابو عبده معي رحب وسهل كبير القوم قاموس السلالة. ودققنا سوا في الحط والشل على بدعك ومضمون الرسالة. وبدعك حازب الترتيب الأول شهادة قالها قاضي عدالة. وقال بعد تحياتي مدبل لأبو قيس الفتى رمز الأصالة. خرج ذا فصل فرد المجدول وثاني فصل من شان الغزالة. وابو ناصر معك فيها تغزل في أبياته وفي طرح المقالة. ومتعثر بما يجري ويزعل ودم الفتنة ينزف وسالة. وهي تذرف من الطرف المكحل دموع الحزن لا ضيق احتمال. شوه الحسنى ومثل وبرضه من جنوبه لا شماله. وخلى شعبه الكادح يبهدل وهو يعمل ويفعل ما بدله. وفوق الحال والوضع المرعدل لهذا الشعب زاد وكن بياله. يسدد هرضا ما لم تكبل مع أن الشعب يا سابق محمل قد وبارك ومن سابق محمل على ظهره فواتير البقالة. بعيد الحل والإخلاق من حل يلوح في العفق والاحتمال. بلا عمه ولا خاله تدخل وظن مضعون من حنجر رجالة. وظن مضعون من خنجر رجاله. وانا يا صاحبي من حيث تسأل توجه ابو عمر ولا نضاله. نضاله دوم في الدرب المفضل بلقمة عيش ياكل من حلاله. ولا له دور في هذا المسلسل قد اكفاه
شك طول نطالبكم بتقديم استقالة، وانا من جانبي لجنة تشكل ونقفل بينكم باب الشغلة، ونعدد صلح متكامل ويشمل حقوق الجار طبعا والزمل. وطبع الكف وذي يقبل وجلل، ولا التجليل من باب الفسلة، نلوم احزاب في مكري بيشعل ونشتي حل جذري بسعلة، وبين اثنينكم صعبتم الحل، ومن هذا المثل يكفي دلالة، وما حاج الحرم يسعى وهرول نصلي على النبي ختم الرسل. تواصل مع فايز الشمس على هاتف 7216900 او 7111500.